السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس المرحلة المتوسطة، الصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات. موضوع درسنا اليوم بعنوان المعدل، الجزء الأول. سنتعلم اليوم بمشيئة الله إيجاد معدلات الوحدة. تمهيد: اختر أحد زملائك وليقم كل منكما بجس نبضه مدة دقيقتين. السؤال الأول: ما عدد النبضات لكل منكما؟ ستساوي تقريبا 160 نبضة. السؤال الثاني: اكتب نسبة عدد النبضات إلى عدد الدقائق بصورة كسر. لدينا 160 نبضة لمدة دقيقتين، إذا بكتابتها على صورة كسر ف160 نبضة على دقيقتين، وبالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على 2، 160 مقسومة على 2 إذن تساوي 80 نبضة لكل دقيقة. الشرح: تسمى النسبة التي تقارن بين كميتين لهما وحدتان مختلفتان بالمعدل. لدينا في المثال السابق 160 نبضة على دقيقتين. لاحظ أن الوحدة ل 160 هي نبضة، عدد النبضات، بينما المقام الوحدة فيه عدد الدقائق، فالوحدتان مختلفتان. عند تبسيط المعدل بحيث يصبح مقامه مساويا واحد فإنه يسمى معدل الوحدة. بعد تبسيط الكسر السابق 80 نبضة على دقيقة، المقام يساوي 1. الشرح: لدينا الجدول التالي لبعض المعدلات، في العمود الأول المعدل، العمود الثاني معدل الوحدة، العمود الثالث الاختصار، والعمود الرابع الاسم. المعدل: عدد الكيلومترات على ساعة. معدل الوحدة: كيلو متر لكل ساعة. الاختصار: كيلو متر لكل ساعة. الاسم: السرعة. المعدل التالي: عدد الكيلومترات على لتر. معدل الوحدة: كيلو متر لكل لتر. الاختصار: كيلو متر لكل لتر. الاسم: استهلاك الوقود. المعدل التالي: عدد الريالات على كيلو جرام. معدل الوحدة: ريال لكل كيلو جرام. الاختصار: ريال لكل كيلو جرام. الاسم: ثمن الوحدة. المعدل التالي: عدد الريالات على ساعة. معدل الوحدة: ريال لكل ساعة. الاختصار: ريال لكل ساعة. الاسم: أجرة الساعة. مثال: احسب معدل الوحدة فيما يلي مقربا الجواب إلى أقرب جزء من 100. 90 كيلو متر لكل 15 لترا. لدينا المعدل:
والمطلوب حساب معدل الوحدة. أول خطوة هي كتابة المعدل على صورة كسر، فلدينا 90 كيلو متر على 15 لترا. معدل الوحدة أي أن المقام يساوي 1. إذن الخطوة التالية هنا التبسيط، وذلك بقسمة البسط والمقام على 15. فتسعون قسمة 15 تساوي 6 كيلومترات، وخمسة عشر قسمة 15 بواحد، إذن 6 كيلومترات على اللتر الواحد. بذلك نقول أن المعدل يساوي 6 كيلومترات لكل لتر. الفقرة الثانية، 500 ريال لكل 10 ساعات. لدينا معدل 500 ريال لكل 10 ساعات. ما هي الخطوة الأولى لحساب معدل الوحدة؟ ممتاز، كتابة المعدل على صورة كسر. إذن 500 ريال على 10 ساعات. معدل الوحدة المقام فيه يساوي 1. إذن ما هي الخطوة التالية؟ بارك الله فيك، ممتاز، وهي التبسيط. إذن بقسمة البسط والمقام على 10، 500 قسمة 10 تساوي 50، وعشرة قسمة 10 بواحد، إذن 50 ريالا على ساعة. وبذلك المعدل يساوي 50 ريالا لكل ساعة. الفقرة الثالثة، 1680 كيلو بايت في 4 دقائق. لدينا المعدل والمطلوب حساب معدل الوحدة. ماذا تكون الخطوة الأولى؟ ممتاز، كتابة المعدل على صورة كسر. هل ستكون 1680 على 4 أم 4 على 1680؟ صحيح، إذن لدينا المعدل على صورة كسر 1680 كيلو بايت على 4 دقائق. ما هي الخطوة التالية لإيجاد معدل الوحدة؟ ممتاز، التبسيط والقسمة للبسط والمقام على 4. إذن بقسمة 1680 على 4 وبقسمة البسط على 4 فإن المعدل يساوي 420 كيلو بايت على دقيقة، أي أن المعدل يساوي 420 كيلو بايت لكل دقيقة. مثال اختيار من متعدد، تقدم 4 محلات عروضا للبرامج الحاسوبية، أي هذه المحلات يقدم عرضا أفضل؟ لدينا الجدول التالي لعروض البرامج الحاسوبية. المحل الأول 4 برامج ب168 ريالا. المحل الثاني 6 برامج ب210 ريالات. المحل الثالث 5 برامج ب196 ريالا. المحل الرابع 3 برامج ب112 ريالا. المطلوب في هذا السؤال تحديد أي الـ4 المحلات يقدم عرضا أفضل، ولمعرفة ذلك لابد من حساب معدل الوحدة، ويعني ذلك قيمة البرنامج الواحد في كل محل. ولحساب ذلك، في المحل الأول
يتم كتابة المعدل على صورة كسر 168 ريال على 4 برامج، ثم التبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على 4 ليصبح المقام 1، 168 قسمة 4 ب 42 ريالا لكل برنامج. المحل الثاني 210 ريالات على 6 برامج، بالتبسيط وذلك بالقسمة للبسط والمقام على 6، إذا 210 مقسوما على 6 تساوي 35 ريالا لكل برنامج. المحل الثالث 196 ريالا لكل 5 برامج، بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على 5، فإن قيمة البرنامج الواحد تساوي 39.2 ريالا. المحل الثالث يساوي 112 ريالا لكل 3 برامج، بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على 3، فإن ناتج 112 قسمة 3 تساوي 37.3 ريالا لكل برنامج. بمقارنة العروض الموجودة الآن، فإن أفضل هذه العروض هل هو المحل الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ ممتاز، المحل الثاني 35 ريالا لكل برنامج. بذلك نقول أن الاختيار الصحيح فقرة باء، وذلك لأن العرض الأفضل لديهم وهو 35 ريال لكل برنامج. تقويم: احسب معدل الوحدة فيما يلي مقربا الجواب إلى أقرب جزء من 100. الفقرة الأولى 75 طالب لكل 5 حافلات، فاصل ابدأ الحل. لدينا الخطوة الأولى لحساب معدل الوحدة، لابد من كتابة المعدل على صورة، ممتاز، على صورة كسر. إذن 75 طالب على 5 حافلات. معدل الوحدة لابد أن يكون المقام فيه مساويا 1. إذن الخطوة التالية، ممتاز، التبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على 5، 75 قسمة 5 تساوي 15، إذن 15 طالب على حافلة، ويعني ذلك أن المعدل يساوي 15 طالب لكل حافلة. الفقرة الثانية 89 ريالا لكل 8 علب، فاصل ابدأ الحل. لدينا المعدل 89 ريال و8 علب، والمطلوب معدل الوحدة. الخطوة الأولى، ممتاز، كتابة المعدل على صورة كسر. هل ستكون 89 على 8 أم 8 على 89؟ صحيح، بارك الله فيك، 89 ريال على 8 علب. الخطوة التالية بالتبسيط، وذلك بالقسمة على كم؟ ممتاز، على 8 ليصبح المقام مساويا 1. إذن 89
قسمة 8 و 8 قسمة 8، فإن معدل الوحدة يساوي 11.13 ريال على العلبة الواحدة، ويعني ذلك أن المعدل يساوي 11.13 ريال لكل علبة. تعلمنا اليوم المعدل، وعرضنا المعدل ومعدل الوحدة، وكذلك إيجاد معدل الوحدة. شاكر ومقدر لكم متابعتكم، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله.